أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، يونت 11، Relative Clauses، عبارات الوصف، درس غاية في الأهمية، سهل، وربنا سبحانه وتعالى يوفقني إن أنا ما نسيبش أي نقطة فيه إلا نكون غطيتكم كويس، وبفضل الله عز وجل هنحل لكم كتاب جيم والمعاصر، ولو اتمكنت كمان نجيبكم العمالقة كمان عشان خاطر يبقى تطبيقات كتير جدا على الدرس. Relative Pronouns، ضمائر الوصل ديت اللي هي يعني مين؟ ليهو بمعنى الذي او التي او الذين او اللائي او هوم او ويتش او ذات، كل دول بمعنى واحد. هوز معناها اللي، وين معناها الذي فيه او التي فيها، وير معناها الذي فيه او التي فيها، وات معناها ما او الذي، هاو يعني كيف، واي يعني ليه. طيب نصيحة كده من البداية، عينيك على الكلمة اللي بتسبق النقاط، عينيك على الكلمة اللي تسبق النقاط. أول حاجة هو دي يسبقها اسم عاقل ويليها فعل، يسبقها اسم عاقل ويليها فعل. فمثلا نقول the boy won the race is my son، الولد اللي فاز بالسباق is my son. هو تنفع لأن قدامها اسم عاقل وبعدها فعل. ذات أيوة ما بتسوي هو، هم لا، يبقى الأخرانية هي الإيه؟ الإجابة. هوم بتسوي هو بتسوي ذات، يسبقها اسم عاقل مفعول ويليها فاعل ثم فعل. يبقى اذا هو ممكن يجي معاها الاثنين الفاعل والفعل، واخد حضرتك؟ وبتسوي هوم بتسوي ذات، نفس القصه ديت كده. يعني ذا بوي يو ميت، شوف فاعل اللي هو يو وميت اللي هو الفعل، وذ مي از ذا بارتي از ماي كازن. هو تنفع لان قدمها اسم عاقل وبعدها فاعل يليه فعل، وهم نفس الكلام وذات نفس الكلام، يبقى ناخد all of these. طيب the boy's base with me in the party is my cousin. you met ولا where you met دي ما تنفعش خالص لان the boy دي عاقل، ولا met طب ازاي يعني تبقى معنى الجملة ايه، ولا all of these. لا، لاحظ يا جماعة ان ضمائر الوصل بصفة عامة لو جه بعدها فاعل، لو جه بعدها فاعل يمكن الاستغناء عنه. يعني يا جماعة هنا في المثال ده the boy who أو whom أو that you met with me is in the party is my cousin. the boy who ممكن نشيل who أو whom أو that ونكتفي بالفاعل ثم الفعل، وبالتالي ناخد رقم إيه اللي هو you met. طيب سؤال هنا هيفاجئني، يقول لي كيف نفرق بين who و whom؟ يعني لو ادالي جملة زي ديت مثلا، قال لي the people with space I stayed were generous، الناس اللي معاهم أنا أقمت كانوا كرماء. هل هو ولا هوم ولا ذات؟ لا هوم. ليه يا استاذ هوم؟ لان هوم الوحيده فيهم اللي يسبقها حرف جر، اما هو ذات لا يسبقها حرف جر. ثاني، هوم يسبقها حرف جر، اما هو ذات لا يسبقها حرف جر. طيب مثال اخر، علي سبيس وان ذا فيرست برايز از فيري كليفر، هو ولا هوم ولا ذات ولا اول اوف ذيس؟ طيب هم هنا ما تنفعش لان هم لابد ان يليها فاعل يليه فعل. واوعى تنسى دي، تستبعد ذات عندما نجد جمله اعتراضيه. تاني، نستبعد ذات عندما نجد ايه؟ جمله اعتراضيه. شوف بعد علي في ايه؟ في كوما، وبعد كلمه برايز في ايه؟ في كوما تانية اهي. فانا بنستبعد ذات في حاله وجود جمله ايه؟ جمله اعتراضيه. طيب نمبر 3، ويتش اللي هي بتساوي كلمه ذات، يسبقها اسم غير عاقل، يسبقها اسم غير عاقل ويليها فعل او فاعل وفعل، واذا جاء بعدها فاعل وفعل يمكن الاستغناء عنها. نحن قلنا القاعده دي مثلا يا جماعه، the car hit the old man was very fast. car اسم غير عاقل تاخد which وبعدها فعل، وتاخد ذات لا ما تنفعش تاخد هو، وبالتالي تبقى الاخرانيه. the mobile I bought yesterday has a very good camera. طيب ذا موبايل غير عاقل، ويتش تنفع وذات تنفع برضه، هم ما تنفعش لان هم عايز عاقل، يبقى ناخد الاخرانيه. ذا موبايل اي بوت يسترداي هاز ا فيري جود كاميرا، ويتش تنفع ذات تنفع. نو ريلاتيف بروناون، مفيش ضمير، تنفع. ليه؟ لان هنا في فاعل وفعل اللي هو اي وبوت، فممكن الاستغناء عن ضمير الوصل وبالتالي نختار اول اوف ذيز. طيب يا جماعه سؤال، كيف نفرق بين ويتش وذات؟ يعني افرض اداني جمله وفيها ويتش وذات في الاختيارات زي ده اهي، This is the city in space I live. ويتش ولا ذات ولا هو ولا A و B؟
وشوف بقى القاعدة بتقول إيه، حرف الجر يسبق which، أما ذات لا يسبقها حرف جر. حرف الجر يسبق which، أما ذات لا يسبقها حرف جر. يبقى إذن في الإجابات اللي فوق ما تنفعش النمبر إيه اللي هي which. طيب مثال آخر، the horses base won the race was brown. الحصان اللي كسب السباق كان لونه بني. طيب الحصان ده غير عاقل، بس احنا عندنا هنا جملة ايه اعتراضية، بعد كلمة هورس في كوما وبعد كلمة ريس في كوما تانية، وذات لا نستخدمه عندما نجد جملة اعتراضية، يبقى هنا ما ينفعش الا ويتش. طب شوف دي كمان، I played a long tennis match with my brother made me tired. يا ترى ويتش ولا ذات ولا هوم ولا ايه وبي؟ شوف القاعدة بتقول ايه، بتقول إذا عاد ضمير الوصل على جملة كاملة وعلامة ذلك أن نجد قبل النقاط كوما. شايفين الكوما اللي قبل كلمة براذر، نختار ويتش. تعالى كده نشرح لك الكلام ده. بقول أنا لعبت لعب التنس أو مباراة تنس طويلة مع أخي مما جعلني متعبا. لو أنا سألت حضرتك سؤال ما الذي جعلك متعبا، هتقول أنا لعبت لعب التنس طويلة أو مباراة تنس طويلة مع أخي، يبقى دي جملة صح. يبقى لو عاد ضمير الوصل على جملة كاملة نستخدم ايه؟ which. كمان مثال اهو، بص، my son got the first prize، ابني حصل على الجائزة الأولى. made my day يعني أسعدني، ايه اللي أسعدك؟ إن ابني حصل على الجائزة الأولى. يبقى إذا ضمير الوصل هنا عايد على ايه؟ على جملة كاملة، وبالتالي نحط which. طيب يا جماعة مثال اخر، is this all you need؟ يا ترى هو ولا which ولا that ولا COB؟ طب تعالى كده يا مع القدم بنقول ايه بقى؟ بص كده مع الانجاو كده، اذا وجدنا قبل النقاط، اذا وجدنا قبل النقاط كلمه ماتش كثير، اول يعني كل، اونلي يعني فقط، سم يعني بعض، something شيء ما، everything كل شيء، nothing لا شيء، anything اي شيء، little يعني قليل، many يعني كثير، few يعني قليل العدد، أو لقيت ذا صفة قصيرة EST، أو ذا موست يعني الأكثر، أو ذا ليست يعني الأقل، أو كلمة نون يعني لا. لو وجدت واحدة من دول تاخد ذات. لو وجدت واحدة من دول تاخد ذات. تعالى بقى نشوف المسألة اللي كانوا كلهم حلو فيه. Is this all؟ يبقى ذات على طول مش هتفكر. طب اللي بعديها English is the most، يا ريت تحط لي خط تحت كلمة the most. ها؟ طالما لقيت ذا موست مش واحدة منهم، يبقى ناخد ذات مش هنفكر كتير. يا رب نكون عرفنا ازاي نفرق ما بين ويتش وذات كويس. نمبر فور يا حبايبي، كلمة هوز. هوز معناها اللي، ودي بيسبقها اسم مالك ويليها اسم مملوك غير مسبوق بأداة نكرة أو تعريف أو صفة ملكية. هل هوز ممكن يجي بعدها قبلها حرف جر؟ أيوه. طب تعالى نشوف أمثلة. The student's base book was lost told his teacher، يعني الطالب اللي كتابه فقد أخبر معلمه. بص الطالب مالك والكتاب مملوك، وكلمة بوك غير مسبوقة بأداة نكر ولا تعريف ولا صفة ملكية، يبقى في مالك ومملوك، يبقى هناخد هوز اللي هي التانية. شوف اللي بعديها برضو، زمان in space house we live، الراجل اللي في منزله بنعيشه is very generous، كريم جدا. يبقى هنا في مالك وإيه؟ في مالك ومملوك صح؟ طب يا استاذ يسبقها حرف جر، ما انا قلت اه يسبقها حرف جر، يبقى ان هوز. طيب يا جماعه اللي بعديه، اي ريسبكت بيرنتس، انا بحترم الوالدين. هوب ان لايف از تو برينج، اللي املهم في الحياه تو برينج اب، يربي زير تشيلدرن ويل، اطفالهم جيدا. بس يا استاذ انا ممكن تيجي في الامتحان وما نبقاش عارف كلمه هوب دي معناها يامل ولا امل. بص يا حبايبي انا بقول لك، لو لقيت الكلمة اللي بعديها فعل يعني hope in life is صح، لو لقيت اللي بعدها فعل اتأكد انها اسم وخد هوز وانت قلبك مطمئن، يبقى ديت هناخد هوز. طب شوف اللي بعدها كمان، I am thankful to my friend، انا اشعر بالامتنان لصديقي. space help was very necessary، خلي بالك انا كلمة help هنا مش عارف معناها يساعد ولا مساعدة. بص اللي بعديها was، يبقى ده فعل صح، يبقى طالما اللي بعدها فعل يبقى هناخدها ايه؟ هوز، لان كلمه هيلب كده اتاكدت انها اسم. وعلى اي حال انا جبت لكم من كتاب جيم تقريبا كل الايه الحاجات اللي زي ديت اهي، تعالى نقول لكم من كتاب جيم من صفحه 224. بص كلمه تشينج يعني اغير او تعديل او فكه، كونفورت يعني راحه او يريح، كنترول تحكم او يتحكم،
كوبي نسخة أو ينسخ، كيور يعني علاج أو يعالج، دريم يعني حلم أو يحلم، دريس يعني لباس أو يلبس، درينك يعني مشروب أو يشرب، درايف يعني قيادة أو يقود، إيميل يعني بريد إلكتروني أو يرسل إلكترونيا، إند يعني نهاية أو ينتهي، فايت يعني قتال أو يتعارك، فانكشن يعني وظيفة أو يشغل، هاند يعني يد أو يسلم، هوب يعني أمل أو يأمل، انفلونس يعني تأثير أو يؤثر، انترست يعني اهتمام أو يهم، مستيك يعني خطأ أو يخطئ، نيد يعني احتياج أو يحتاج، أوفر عرض أو يعرض، بلاي مسرحية لعبة أو يلعب، بروميس وعد أو يعد، سميل رائحة أو يشم، سموك دخان أو يدخن، ستاي يعني إقامة أو يبقى، ستراجل يعني كفاح أو يكافح، سربرايز يعني مفاجأة أو يفاجئ، فيزيت يعني يزور أو زيارة، ووك يعني مسيرة أو تمشية أو يمشي، ووتش يعني ساعة يد أو يشاهد، وارك يعني عمل أو صنع أو يعمل، ووري يعني قلق أو يقلق. طيب مستر أيمن برضه جمع لكم شوية حاجات هنا، هم كلمة أكت معناها يتصرف أو سلوك، كلمة هيلب يساعد أو مساعدة، كلمة هوب يأمل أو أمل، كلمة لايكس يعني يحب أو الأشياء المفضلة، كلمة ستارت يعني يبدأ أو بداية، كلمة وش يعني يتمنى أو أمنية، ستاي يعني يقيم أو إقامة، فيزيت يعني يزور أو زيارة، dislikes يعني يكره أو الأشياء غير المفضلة، end يعني ينهي أو نهاية، pay يعني يدفع أو أجر، imports يعني يستورد أو واردات، exports يعني يصدر أو صادرات، play يعني يلعب أو مسرحية. قلت لو جه بعدها فعل يبقى تأكد إنها اسم واختار هوز وانت قلبك إن شاء الله يعني تمام. نمبر 5 يا جماعة كلمة when، when يسبقها اسم زمان ولا بد أن يليها فاعل ثم فعل، وهي تساوي في المعنى كلمة in which أو at which أو on which. تعالوا كده يا شباب نشوف الأمثلة دي. October 1973 was the month. month ده يعني حاجة تدل على الزمان صح؟ يعني تلاقي day, year, month حاجة زي كده. Our armed forces won a great war، للقواتنا المسلحة فازت بحرب عظيمة. طبعا يا جماعة إيه؟ win، لأن خلي بالك win برضو لازم يليها فاعل ليه فعل. Our armed forces فاعل وان فعل. طيب بص كده، the day on space they met was remembered so long. the day خلي بالك لو ما فيش on كنا خدنا when، لكن طالما في on يبقى ناخد ايه؟ ناخد on which اللي هم الحاجات اللي بتساوي when. خلي بالك ان when مستحيل يسبقها او يليها حرف جر او يليها فعل. تاني when يا جماعة مستحيل يجي قبليها ولا بعديها حرف جر وما يجيش بعدها فعل. طيب شوف لك كمان الحته ديت يا جماعه. 1980 was the year my father was born. that ولا where ولا which ولا who. والله يا استاذ كان المفترض ان احنا نلاقي كلمه وين عشان تكفي كلمه year او حتى حاجه من اللي بتسويها. طب لو ما لقيتش يبقى البديل that. لو لقيت كلمه time او day او week او month او year او moment. تاني يا جماعة لو أنا كنت المفروض هناخد وين وما لقيتش وكمان اللي بيسووها، طب يبقى البديل إيه؟ البديل هيبقى ذات مع الكلمات دي، تايم وداي وويك ومانس وير ومومنت. 6 يا جماعة وير يسبقها اسم مكان ولا بد أن يليها فاعل ثم فعل، وهي تساوي في المعنى in which وات which. بتساوي في المعنى إيه؟ in which أو at which. يعني على سبيل المثال the town I live is very crowded، المدينة اللي بعيش فيها التي أعيش فيها. بص هي معناها كده التي فيها أو الذي فيها، يبقى هنا هناخد where عشان قدر the town بعدها فعل ليه فعل. مستر علي likes the school، مستر علي بيحب المدرسة التي فيها يعمل، التي فيها يبقى where he works. He moved to أسوان يعني عزل إلى أسوان. In space بص بقى هنا في حرف جر، خلي بالك كتبها لك تحت اهو. Where مستحيل يسبقها حرف جر أو يليها حرف جر، لا قبليها ولا بعديها ومستحيل يجي بعدها فعل. تاني Where مستحيل يسبقها حرف جر
او يليها حرف جر او يليها فعل. اهو يبقى هنا هنقول in which. طيب the shop space he worked is so big, يعني المحل اللي هو بيعمل فيه بيكون كبير جدا. طبعا يبقى هناخد هنا ايه؟ هناخد where. طيب the shop he worked in, مش خلي بالك بقى هنا في فكره is so big, يا ترى what ولا when ولا which ولا where. قال لك اذا وجدنا بعد النقاط فاعل ثم فعل, مش معايا كده؟ في هي وركت وبعدين حرف جر, يا ريت تحط لي خط تحت ان كده, حرف جر يعود على المكان او الزمان نختار ويتش. تاني يا جماعه, لو لقينا بعد النقاط فاعل وفعل وبعدين لقينا حرف جر, بس حرف الجر دوت هيعود على المكان او بيعود على زمان, نختار ويتش. خلاص يا جماعه, يبقى هنا هناخد ايه؟ ها هناخد ويتش عشان خاطر هي وركت ان. طيب شوف الجمله برضه ديت فيها فكره يا جماعه. Eventually I reached the stage. Stage يعني مرحلة. I began to enjoy my work. يعني أخيرا أو وصلت للمرحلة اللي أنا بستمتع بها بالعمل بتاعي. يا ترى which ولا where ولا who ولا that. فهنا يا أولاد ملحوظة جميلة جدا. قال لك إذا وجدنا قبل النقاط كلمة point أو stage نختار where. تاني, إذا وجدنا قبل النقاط كلمة stage أو point نختار where. طب تعالوا كده نشوف يا جماعه شويه تمرينات كده, نطلعوا كده من الكلام ونحلوا لنا شويه كده في صفحه ايه 361 من كتاب المعاصر. نمبر 1, ذا اي ادماير ذا بيرسون, يعني انا معجب بالشخص. طب كلمه بيرسون ديت عاقل. عاقل, طب بعد النقاط هيلبس يعني فعل على طول. اذرز ان ديفيكولتيز, ده هو تنفع وذات تنفع لان اسم عاقل وبعدها فعل. طب هم, لا ده هم عايزه فعل يليه فعل, يبقى اذا الاجابه الاخرانيه خالص. طب الثانية, my uncle is the man, هو الرجل. عمر wants to work for, عمر يريد أن يعمل لديه. طيب man دي اسم عاقل هي مفعول به صح, وبعديها بعد النقاط في فعل وفعل. هو تنفع, وهم تنفع وذات تنفع, يبقى الأخرانية خالص. نمبر 3, he doesn't like the clothes. clothes ديت غير عاقل. I wear, يبقى طبعا which, طالما لقينا غير عاقل وفعل أو غير عاقل وفعل وفعل ناخد which. نمبر 4, he asked me about the name of the perfume. perfume يعني العطر, هو سألني على اسم العطر. I used, طب العطر ده غير عاقل صح, يبقى ذات تنفع ووتش تنفع. طبعا هم ما تنفعش لان ديت ايه بتيجي مع العاقل, يبقى ناخد رقم C. نمبر 5, I get up at 6 o'clock. 6 o'clock يبقى حاجه تبع الزمن, بس لازم في شرط كمان, نلاقي فاعل وفعل. It is time to get ready for school, يبقى ناخد ايه؟ when, يعني الوقت الذي فيه يكونوا مستعدين للذهاب الى المدرسه. نمبر 6, this my mobile alarm rings at 6 o'clock. يعني بيقول الموبايل بيرن الساعه 6, الجرس بتاع الموبايل بيرن الساعه 6. is the time, هو الوقت for me to get up, عشان استيقظ. طيب هي كلمه 6 o'clock المفروض مبدئيا كده تاخد when, بس انا بصيت بعد النقاط لقيت فعل على طول. هل وين ينفع يجي بعدها فعل؟ مستحيل. ففي الحاله دي بناخد ايه؟ بناخد ويتش. طيب يا جماعه, نمبر 7, I live in a flat. flat يعني شقه. بلكوني, البلكونه دي مملوكه للشقه, والبلكونه دي غير مسبوقه بذات نكره ولا تعريف ولا صفه ملكيه, يبقى ناخد هوز. overlooks يعني تطل على زنايل لون. 8, I always buy my things, يعني دايما بنشتري اشيائي. from the supermarket, السوبر ماركت ده مكان, ف يعني المفروض ناخد وير. طب كمل بس, از ات ذا كورنر, ده از ده فعل, وانا لما بنلاقي بعد اسم المكان فعل ناخد ايه يا جماعه؟ ناخد ويتش. اوعوا تاخدوا وير, لان لازم اسم المكان يجي بعديه فعل ليه فعل, لكن لو لقيت فعل على طول تاخد ويتش, لان يا جماعه مستحيل وين وير يجي بعديهم فعل على طول, لازم فعل ثم فعل. 9, at the corner, في الكورنر دول, there is a supermarket. supermarket, I always buy things. I فاعل صح, و always buy فعل اهو, my things ومفيش حرف جر عايد عليها. تمام كده, يبقى where الشروط كلها مرتبط عليها. تعالوا بقى نرجعوا تاني نشوفوا كده. نمبر 7 بيقول يا جماعه, what و how و why هي ضمائر الوصل التي يسبقها دايما فعل او ضمير او احيانا بتيجي في الاول. يبقى what و how و why بيجي قبلهم فعل او يجي قبلهم ضمير او يجوا في الاول. وكلمه what بالذات يا اولاد بتبقى السياق بتاعها الحاجه اللي, يعني لما تلاقي الترجمه الحاجه اللي خد what على طول. we loved at space she said,
يعني احنا ضحكنا على الحاجه اللي ايه اللي هي قالتها، يبقى وط وجب منها فعل اللي هو لفظ قال. طيب يا جماعه النويز هيم، النويز هيم جت في الاول ايه؟ Is that his friend always comes late؟ يعني ما يضايقه ان صديقه دائما ياتي متاخرا، ما يضايقه يبقى ايه؟ وط. طيب يا جماعه شوف اللي بعدين، هاف يو سين، ها فعل اهو، شي بوت فروم ذا بوك فير، يعني هل انت شفت الحاجه اللي هي اشتريتها من معرض الكتاب؟ يبقى انا ناخد ايه؟ which. نمبر 4 جيف يور سيستر، اعطي اختك، شي نيدز، اعطي اختك الحاجه اللي هي محتاجاها، يبقى وات شي نيدز. تمام كده يا حبايبي؟ طب تعالى شوف المعلومه الحلوه دي، اي ليف ان ا هاوس 3 فلورز which has ولا ذات ولا ويز ولا اي وسي. يعني انا عايز اقول بالعربي يا اولاد، انا اعيش في منزل له ثلاثة أدوار. طب شوف كده اللحظة الملحوظة الجميلة دي، قال لك حرف الجر ويز بتساوي هو أو ويتش أو ذات، التلاتة بس يجي بعدهم هاف أو هاز أو هاد. تاني يا جماعة، حرف الجر ويز بيساوي هو أو ويتش أو ذات بس يجي بعدهم هاف أو هاز أو إيه أو هاد. يبقى إذا الإجابة في السؤال اللي فات دهوت إيه وسي لآخر واحد. كمان مثال، كمان مثال يا جماعة، I meet a man، أنا قابلت رجل، a degree، degree يعني درجة علمية، from Oxford University، من جامعة أكسفورد، هو has ولا ذات has ولا with ولا all of these؟ لا طبعا all of these. ليه؟ لأن احنا قلنا with بتساوي هو has أو ذات has، حاجتين هيساويه، يبقى all of these. خلي بالك من الشوية ده، هم بقى الله يكرمك كده تركز معايا كويس، خلاص خلاص فيه. بص، لا يجوز أن نستخدم هو وهي وشي وزي وهم وهير وزم في جملة واحدة. لا يجوز أن نستخدم هم وهم وهير وزم في جملة واحدة. لا يجوز أن نستخدم which وإت وزي وزم في جملة واحدة. لا يجوز أن نستخدم هوز وصفات الملكية في جملة واحدة. لا يجوز أن نستخدم وير وحرف جر أو هنا هير هناك زير في جملة واحدة. لا يجوز أن نستخدم وين وحرف الجر في جملة واحدة. الأمثلة بالله عليك يا أستاذ عشان خاطر حاضر. بص يا حبيبي، لما يديلك السؤال زي دوت يقول لك ذا بوك هاد ميني بيكتشرز. طيب أنا عايز أقول لك بالعربي، الكتاب اللي أنا أعطيته لك تمام له العديد من الصور. ابدأ كده معايا بعد إذنك في الإجابة رقم سي، which I gave you it. ينفع نجيب which و it في جملة واحدة؟ لا لا يجوز، يبقى دي ما ينفعش. طيب that I gave you it، لا ما هي that دي بتساوي which، يبقى ما ينفعش that و it يجوا جملة ايه وبعضين. يبقى I gave you ينفع. ليه؟ لان انا قلت اذا جاء بعد ضمير الوصل فاعل يليه فعل. بص، I فاعل وجيف فعل، فلو جه بعد ضمير الوصل فاعل وفعل يمكن نستغنى عن ضمير الايه الوصل. مهم يا جماعة والله، على اسئلة كتير جدا. طيب يا شباب، بعد اسم المكان متى نختار وير ولا ويتش؟ بيجي الحكايه دي بتتلخبط كتير. طب احنا قلنا دلوقتي ان ويتش يمكن ان يسبقها حرف جر ويليها فعل، وان وير لا يسبقها ولا يليها حرف جر ولا بد ان يليها فاعل وفعل ثم فعل. يعني ما ينفعش ان وير يجي بعدها فعل على طول، ما ينفعش ان وير يبقى قبليها ولا بعدها حرف جر. طب لما يدي لي مثال زي ده يا جماعه، اقول ذيس از ذا هاوس وي ليف، هذا هو المنزل وي ليف. الشكل العام للجملة دي ان ناخد وير. ليه؟ لان دلوقتي وي فاعل وليف فاعل، ويعني مثلا متصح هي، ما فيش حروف جر، ما فيش حاجه. طب معلش كده انزل معايا في المثال رقم 2 كده، This is the house my father has bought. برضو نفس الكلام، لان يا جماعه هاوس مكان وماي فاذر فاعل وهاز بوت فعل، وما فيش لحرف جر لا قبل النقاط ولا بعد النقاط، يعني ما فيش ما يمنع ناخد وير. لكن يا جماعه في بعض الجمل خلي بالك بالله عليك تركز معايا فيها، هم بتوع المعاصر الله يرضى عنهم يعني ادوني حاجه كويسه خالص. قالوا يا اولاد حاول انك تجاوب على الجمله دي، يعني ابدا بالفاعل ثم ضع حرف الجر وليكن مثلا ان مثلا قبل الفاعل واكمل الجمله. لو كانت العباره صح، لو كانت المعنى ادالك معنى صح، يبقى خد وير وانت قلبك مطمئن. وي ليف ان ذا هاوس عباره صحيحه، صح، يبقى اللي فوق ناخد وير واحنا قلبنا مطمئن. دي حته. الحته الثانيه يا جماعه، ما تنسوش ان كلمه وير معناها الذي فيه او التي فيها. يعني مثلا نقول هذا هو المنزل الذي فيه نعيش، 100 100. طب تعالوا على الثانيه بقى يا جماعه، This is the house my father has bought in. طب تعالوا كده نحط حرف الجر ان زي الاولانيه بالظبط، My father built، خلي بالك، in the house.
بالله عليك، او ماي فازر بوت، خلاص بلاش يعني احنا كتبت الفعل بيت خليه بوت زي ما موجود في الصور. ينفع نقول ابويا بنى في المنزل كده؟ العباره بقت خاطئه، يعني المعنى مش راقي. تعال كمان يا جماعه هنقول هذا هو المنزل الذي فيه ابي قد اشترى. ايه ده؟ مش راكبه. يبقى لو عباره مش صحيحه تستخدم ويتش عشان خاطر المعنى، يبقى هنا نقول ايه؟ هذا هو المنزل الذي ابي اشتراه، كده الكلام راكبه تمام. طيب كيف نحدد حرف الجر الذي يسبق ويتش؟ يعني بيجينا جمله زي ديت يا جماعه، بقول فرايداي اي ام فري اي جو تو ذا بارك، ايه هي ناقصه؟ هو احنا لا، احنا لازم نصبر ونتعلم، هل هي اون ويتش ولا باي ويتش ولا فور ويتش؟ وما تقلقش الموضوع يعني سلس جدا. بص يا حبايبي، انا بنختار حرف الجر اللي بيسبق ويتش بناء على السياق. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لو لقيت يوم من ايام الاسبوع او لو لقيت تاريخ تاخد اون، زي الجمله اللي قدام منك كده، يبقى فرايداي يبقى تاخد اون ويتش. طب لو لقيت شهر او سنه او كلمه نوبل او كلمه ارتكل، تاخد حرف الجر ان. لو لقيت الساعه، الساعه كذا، او مبنى تعليم او كلمه ميتنج او كلوب او ستاديوم، كل دول ياخدوا حرف الجر ات. لو لقيت كلمه براند يعني ماركه، تمام، تاخد حرف الجر اوف. يا رب تكون واضحه وذاكرها كويس. طب لا، ده في حاجه كمان، بص كده، علي ميد ا ميستيك، يعني علي ارتكب خطا. هي شود ابولوجايز، هي شود ابولوجايز. طيب هنا يا جماعه ناخد فور ويتش ولا ان ويتش ولا باي ويتش؟ والله انا بصيت في الاول اللي لقيت لا يوم ولا سنه ولا شهر ولا ساعه ولا مبنى تعليمي ولا كلمه من اللي انت قلتهم لنا في الاول. خلي بالك بقى، انا هركز على الفعل ده بياخد حرف الجر ايه؟ الفعل اللي هو ابولوجايز، ومدي لك امثله اهو. يعني هنا ابولوجايز تاخد فور، يبقى انا هنا لقيت ابولوجايز يبقى ناخد فور ويتش. لو لقيت مين تاخد باي، وريبلاي تو، جو تو، كونجراتيوليت اون اوبجكت تو، بليزد ويز، اكسايتد اباوت، ميك اوف، نيجوشييت ويز، لوك فور. طب شوف كمان مثال كده، شي تولد مي ذا واي اي كان بريبير فريش كوفي. طيب بص كده، الملاحظه اللي تحت دي يا جماعه بيقول لك كلمه ذا واي يجي بعديها ان ويتش او ذا واي ذات. تاني كلمه ذا واي يجي بعدها ان ويتش او ذا واي ذات، يبقى ان ويتش وذات الاثنين ينفعوا، وبالتالي نعلم الاخرين. طب كمان حاجه كده يا جماعه، شي تولد مي ذا ريزون، ذا ريزون شي ووز انجري. طب شوف كده الملاحظه بتقول ايه، بيقول لي كلمه ذا ريزون واي بتساوي ذا ريزون ذات، ذا ريزون واي بتساوي ذا ريزون ذات، وبالتالي يا جماعه نعلم على ايه؟ نعلم على الثالثه، يعني ايه وبي الاثنين ينفعوا. طب حاجه كمان يا شباب، ذا ليتل جيرل ذا جرين دريس از ماي دوتر. انا عايز اقول بالعربي، البنت الصغيره دهيت اللي لابسه الفستان الاخضر تكون ابنتي. هل ان يعني حرف الجر ان، ولا هو از ويرنج، ولا ويرنج، ولا اول اوف ذيس؟ قال لي والله لاحظ ان حرف الجر ان في الدرس ده هو يكون معناه الذي يكون مرتديا. تاني حرف الجر ان يكون معناه ايه؟ الذي يكون مرتديا. يبقى اذا ان تنفع. طب هو از ويرنج برضه تنفع. ويرنج هنقول لك تنفع، هي دلوقتي عرف انها تنفع بس هنقول لك ليه بعد شويه. يبقى اول اوف ذيس يبقى دي الاجابه. تعالوا كده نغيره جو كده، نحللوا شويه اسئله عشان خاطر ايه ما تحسوش بالملل. تعالوا كده نروح على كتاب المعاصر سوا في صفحة 363، نمبر 1، سما doesn't stop crying، يعني سما لم تتوقف عن البكاء until she gets. طيب ده انا لقيت فعل اهو قبل النقاط صح، يبقى what she wants، وبرضه معناها الحاجة التي تريدها، الحاجة اللي. نمبر 2، she is not used to، يعني ليست متعودة على other telling her، ان الاخرين يقولوا لها what شي شود دو، يعني الحاجه اللي يجب انها تفعلها. برضو نفس الكلام، جاب لها ضمير اهو اللي هي، لو تكم ان هي وات وواي وهاو يسبقهم فعل او ضمير. نمبر 3، مستر ايمن از اور مانجر از ا كليفر نيجوشيتور، نيجوشيتور يعني مفاوض. طب مستر ايمن حاجه عاقل صح، وبعدها فعل. طب وبرضو هنا في جمله اعتراضيه، طب عشان في جمله اعتراضيه اللي هي الكومه اللي بعد مستر ايمن وبعد مانجر في كومه، يبقى ذات مش هتنفع، وعشان في فعل على طول يبقى هم مش هتنفع، يبقى الاجابه رقم ب. نمبر 4، ايجيبت از افريكان كونتري،
has a strategic location، يعني مصر اللي بلد افريقيه لها موقع استراتيجي. طب لو انت فكرت كده معايا، ايجيبت غير عاقل صح، بعديها فعل يبقى وير لا، تمام، وفي جمله اعتراضيه يبقى زت لا، يبقى الاجابه الصحيحه رقم ايه؟ نمبر 5، I have a lot of friends، لدي الكثير من الاصدقاء. Some of space are famous footballers، ده انا لقيت حرف جار اللي هو اوف صح، وانا بتكلم على الفريندز، يبقى هنا هناخد ايه؟ هوم، لان في فعل اهو، يعني some of whom، دي اكسبريشن على بعضيه. نمبر 6، These are very important instructions، يعني تعليمات مهمه. Many of، ده في حرف جر، which، لان بتكلم على التعليمات. Tell you how to protect yourself، يعني كيف تحمي نفسك from coronavirus and virus A، virus كورونا. نمبر 7، I like the company of those friends whose likes are similar to mine، يعني بيقول يا جماعه انا بحب الصحبه للاصدقاء اللي اهتماماتهم متشابهه، يبقى هوز اللي رقم سي. نمبر 8، I prefer to live in a villa، يعني بحب اعيش في فيلا a large garden. طبعا يا جماعه يعني عايز نقول انا بحب اعيش في فيلا التي تمتلك حديقه كبيره، يبقى التي تمتلك يبقى المفروض which has او that has، لا مش موجوده، لكن في with اللي بتدي نفس المعنى ده وبالتالي نعلم عليه. طب تشوف اسئله ثانيه في بيج 365 صفحه 365. نمبر 1، This is the man، هذا هو الرجل. For space he wants to work، والله انا لما شفت كلمه مان فقلت عاقل، بس خلي بالك في حرف جر، حرف الجر ما يجيش الا قبله هو، يبقى رقم بي. This is the man he wants to work for، ده هنا مان عاقل وبعدها فاعل وفعل، يبقى هو تنفع وهوم تنفع وذات تنفع، وبالتالي نعلم الاخرين خالص. نمبر 3، I washed the knife، يعني انا غسلت السكينه. I cut my food with، طيب نايف غير عاقل، تاخد ذات، تاخد ذات، وتاخد ويتش، تاخد ويتش، وتاخد نو وورد، تاخد نو وورد. ليه يا جماعه تاخد نو وورد؟ لان احنا قلنا لو ضمير الوصل هيجي بعديه فاعل وفعل يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي نعلم على رقم دي. طب نمبر 4، I washed the knife with space I cut my food، ده هنا لقينا حرف جر، يبقى هنا لازم نجيب ويتش، لان ويتش هي اللي هنا اللي ينفع يجي قبلها حرف جر. هو بالعموم يعني حرف الجر بيسبق which وهوم وهوز بس. نمبر 5، I am going to the restaurant، انا رايح للمطعم. I usually have my meals، طيب بص يا جماعه، المطعم ده المفروض انه اسم مكان صح، وفي فاعل وفعل، I have فاعل وفعل صح، وما فيش حرف جر، يعني ما فيش ما يمنع ناخد where، وتعالى نترجم كمان، انا ذاهب الى المطعم الذي فيه عاده اتناول، الذي فيه عاده ان اتناول وجباتي، يبقى هنا كده ما كلمه وير وانا مطمئن. نمبر 6، I am going to the restaurant I usually have my meals in، ده هنا بقى زود لي حته ان، وانا قلت لك لو جه بعد النقاط فاعل ثم فعل ثم حرف جر يعود على المكان او الزمان ناخد which او that، يبقى اذا الاجابه رقم سي. نمبر 7، اسوان is the city، اسوان هي المدينه. I live، التي فيها انا اعيش صح، يبقى مكان وبعدها فاعل وفعل ومفيش حروف جر مش ما تمنع، يبقى ناخد غير وانا قلبي مطمئن. نمبر 8، اسوان از ذا سيتي اي فيزيتد ات ليست توايس ا ويك، طيب بص كده يا جماعه، اسوان هي المدينه، طيب التي فيها انا ازور على الاقل مرتين كل سنه، تنفع الكلام ده يا جماعه؟ المعنى مش راكب خالص، يبقى هنا هنضطر ناخد مين؟ هناخد ويتش، يبقى أسوان هي المدينة التي أزورها على الأقل مرتين كل سنة. طيب تعالوا كده برضو ناخدونا شوية جرامر تانيين وبعدين نرجع نكمل إن شاء الله. The boy's base a white shirt is my son. يا ترى يا جماعة هو is wearing ولا wearing ولا is wearing ولا إيه وبي. طيب بص كمان القاعدة بتقول ايه؟ بيقول إذا كانت الجملة مبنية للمعلوم وحذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب اي ان جي. يبقى هنا في الإجابات دي ذا بوي هو إز ويرنج صح. ويرنج بس صح، ليه؟ لأن لما بنحذف هو هنحذف فيرب تو بي كمان ونكتفي بالتصرف بتاعت الفعل. يبقى التالتة هنا ما تنفعش، يبقى نعلم الأخرانية. طب مش كمان مثال أهو، ذا مان إز بيس إن ذا أوفيس إز فيري كايند. هو وركينج ولا ويتش؟ وركس ولا هوم وركينج ولا وركينج بس؟
لو انت بصيت في الاجابه المفروض كانت تبقى هو از وركينج، طب دي مش موجوده اصلا، يبقى هنحذف ضمير الوصل، هنحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفعل في اي ان جي لا وركينج. طب الثاني يا جماعه، ذا كريمنال سبيس يستر دي هاد كيلد تو بيبل، المجرم الذي تم القبض عليه بالامس قتل شخصين. طيب في هنا هو ووز ارستد، هو ووز ارستد دي صح؟ ايوه طبعا صح، لان يعني الجمله المبنيه للمجهول. طب ارستد لا، لان الفعل دي ما هتبقى معلوم بقى، ارستد بس هتنفع برضو ليه بقى؟ بص يا جماعه، يبقى انا نعلم الاخرانيه، قال لك اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث للايه؟ للفعل. تعالوا كده نروح يا جماعه للكتاب المعاصر في بيج 367 صفحه 367 نشوف امثله اكتر. نمبر 1 ذس از ذا اول ذا ماني از بيس فور. طيب يا جماعه ذات اسكت، لا انا عايز اقول كل الفلوس اللي انت طلبتها، يعني المفروض ان بعد ذات كان احط اليو، ما حطش. طيب ويتش اسكت نفس القصه، يو اسكت تنفع؟ اه تنفع. ليه؟ لان احنا قلنا اذا جاء بعد ضمير الوصل فاعل ثم فعل نستغنى عن ضمير الوصل، خلاص تمام. يبقى رقم سي. نمبر 2 اي بريبيرد ايفري ثينج، انا عديت كل شيء فور ذا جيستس للضيوف. هوم يو انفيتد ذيم، بالله عليك مش انا قايل لك ان لا يجوز ان نستخدم هوم وذيم في جمله واحده؟ لا ما تنفعش. رقم بي هو يو انفيتد ذيم، برضه ما تنفعش لان قلت لك لا يجوز ان احنا نستخدم ذيم وهو في جمله واحده. يو انفيتد ذيم برضه لا ما تنفعش لان اصل عشان خاطر ضمير الوصل انحط كان لازم نشيل الضمير دي. يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع رقم دي يو انفيتد، لان ضمير الوصل يا جماعه المفروض هي الاجابه كانت هو او هوم يو انفيتد، فقلنا ضمير الوصل لو جه بعديه فاعل ثم فعل ممكن نستغنى عنه. نمبر 3 ذا ساينتست العالم يسترداي هاد ديسكفرد ان امبورتانت ميديسين، انا عايز اقول يا جماعه العالم الذي قرم بالامس اكتشف دواء مهما. طيب قرم دي المفروض تبقى ازاي؟ كانت المفروض تبقى هو ووز اونر. هل الاجابه دي موجوده؟ لا يا استاذ. يبقى نحذف ضمير الوصل ونحذف فيرب تو بي ونكتفي بالتصريف الثالث الفعل، يبقى ناخد رقم A. نمبر 4 ذا مان سبيس ان ذا جاردن از ماي انكل، انا عايز اقول الرجل الذي يعمل في الحديقه يكون عمي. يبقى المفروض الاجابه هو از وركينج. هل يا جماعه في الاجابات تحت في هو از وركينج؟ لا، حذف ضمير الوصل يبقى نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضاف له اي ان ايه؟ اي ان جي. بالله عليك يا حبيبي ما تكتفيش بلغايه الشرح وتقف لغايه هنا، اهم حاجه التمرينات، لان التمرينات هي اللي بتثبت المعلومه. طب تعالوا كده نشوفوا مع بعضنا يا جماعه الاسئله. نبدا الاول بكتاب المعاصر بيج 367 صفحه 367 نمبر 1 مستر كريم وبعدين كوما ليفز ان لوكسور وبعدين كوما ثانيه اشورز يعني يؤكد ذا تورستس السياح going there الذين سيذهبون هناك والاكسبيرينس يعني سيتعرضون الى hospitality كرم الضيافه and an amazing history وتاريخا رائعا. طبعا يا جماعه اللي شوف دلوقتي مستر كريم ده عاقل صح؟ طيب يبقى هوم مش هتنفع عشان هوم لازم يجي بعدها فعل ليه فعل، وذات مش هتنفع لان في جمله اعتراضيه، يبقى اللي تنفع رقم ايه اللي هو، وطبعا وش الغير العاقل. نمبر 2 ذا تي في سبيس اي بوت لاست مانث التلفزيون الذي اشتريته الشهر الماضي هاز ستارتد تو جيف ا فيري لو ساوند يعني بدا يدي صوت منخفض. طيب التلفزيون ده عاقل ولا غير عاقل؟ طبعا غير عاقل، يبقى ياخد ذات اللي رقم بي. نمبر 2 كليوباترا ووز ذا لاست اوف ذا سيريز لسلسله اوف رولرز الحكام كولد ذا بطلوميز الذين حكموا انا عايز اقول كده يعني رولد ايجيبت فور 300 ييرز. طبعا دول عاقل وبالتالي العاقل هياخد ايه؟ هياخد رقم بي اللي هو. نمبر 4 الازهر بارك، الازهر بارك ده مكان صح؟ بس انا مش عايزك كل ما تشوف مكان تاخد وير على طول، لازم تفكر. طيب الازهر بارك وي يوزد تو جو is currently being renovated يعني يجدد. يبقى الازهر بارك اللي فيه الذي فيه اعتدنا ان نذهب يجدد حاليا. طيب اللي يبقى ناخد ايه يا جماعه؟ يبقى ناخد وير. نمبر 5 اي دونت نو لا اعرف ذا نيم اوف ذا فاكتوري اسم المصنع ان سبيس هي وركس الذي فيه يعمل. طبعا لقينا ان يبقى مش هفكر كتير هاخد ويتش ان ويتش. نمبر 6 مستر امين سبيس ريتاير مستر امين الذي تقاعد
طيب دلوقتي لو انت خليت بالك من الفعل ريتايرد في التصريف الثالث صح، يبقى معنى كده ان لازم يسبقه ايه ده؟ لازم يسبقه فيرب تو هاف، لان الجمله مبنيه للمعلوم. يبقى ناخد رقم سي اللي هوز، هوز الابوستروف اس ده، الابوستروف اس ده يختصر لكلمه هاز. enjoys spending a lot of time with his grandchildren، يعني بيستمتع بقضاء كثيرا من وقت الفراغ مع احفاده. نمبر 7، this is the interesting novel، يعني الروايه الرائعه. I wanted to lend you، يبقى ايه الروايه دي، عاقل ولا غير عاقل؟ لا طبعا غير عاقل، وطالما انها غير عاقل تاخد مين؟ تاخد ذات اللي رقم بي. نمبر 8، unfortunately it was only، يعني لسوء الحظ كان فقط 1 year guarantee، يعني الضمان في سنه واحده. space came with، الذي اتى مع، the fridge الثلاجه. so we'll have to pay، علينا ان ندفع so much، كثيرا، to have it repaired، حتى تصلح. طيب الجارنتي دي عاقل ولا غير عاقل؟ شهاده الضمان دي عاقل ولا غير عاقل؟ لا طبعا غير عاقل، يبقى تاخد مين يا حبايب؟ يبقى تاخد بي اللي هي زد. نمبر 9، our civilization، civilization يعني الحضاره. الحضاره دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، بس احنا عندنا هنا يا استاذ زد وعندنا ويتش. طيب شايف كده بعد كلمه civilization في كوما صح؟ is the oldest in the world، وبعدين في كوما، دي بنسموها ايه؟ بنسموها جمله اعتراضيه. ولما يبقى عندنا جمله اعتراضيه بنستبعد مين؟ بنستبعد ذات، وبالتالي الاجابه صحت بكلمه ويتش، يبقى حضاراتنا التي هي الاقدم في العالم مصدر للفخر. 10، ماي انكل وركس فور ذا كومباني، يعني عمي بيعمل في الشركه. هاز ديفلوبد، ديفلوب يعني يطور، افاكسين يعني مصل، اجينست يعني ضد كوفيد 19. طيب والكومباني ديت خلي بال حضرتك، لو انت بصيت للي بعديها، للي بعد النقاط، هتلاقي الفعل على طول صح؟ يبقى هنا ما ينفعش ناخد وير. ليه؟ لان وير مستحيل يجي بعدها فعل على طول، امال وير بيجي بعدها ايه؟ فاعل يليه فاعل، وبالحاله دي هناخد مين يا جماعه؟ هناخد ويتش. يبقى نقول عمي بيعمل في الشركه اللي بتطور، اللي بتنمي فاكسين مصل يعني ضد كوفيد 19. 11، do you know the manager، هل تعلم المدير؟ المدير ده عاقل بس بعديه حرف جر. يبقى ناخد مين على طول؟ ناخد هوم، لان الوحيده اللي ينفع يجي قبلها حرف جر هوم. اي ورك، هوم ما بيجيش قبلها حرف جر، وذات ما بيجيش قبلها حرف جر. سبيس يو ساي از انبليفابل، ذا صن از نوت ا بلانيت، يعني بيقول له ايه يا جماعه بالعربي؟ ما قلت لا يصدق، الشمس ليست كوكبا. مين يا جماعه ده؟ هم اللي ينفع تيجي في الاول تبقى ضمير وصل، طبعا كلمه ايه يا جماعه؟ كلمة وات اللي رقم بي. نمبر 13، هاف يو سين، هل شفت؟ شي بوت فروم ذا بوك فير، يعني ما الذي اشترته؟ الذي اشترته من معرض الكتاب. طبعا يا جماعه ناخد وات، احنا اصلا عارفين ان وات وهاو وكلمه واي دول اصلا بيجي قبلهم فعل، فانت لو قريت تحط لي خط تحت سين كده عشان خاطر الناس تشوفهم كويس. 14، this is the tablet، tablet on space I put my books. خلي بال حضرتك هنا في حرف الجر، طبعا التابلت ده غير عاقل، بس في حرف الجر اللي هو اون، هل ذات يسبقها حرف جر؟ لا طبعا مستحيل، يبقى ما ينفعش غير مين؟ غير ويتش اللي رقم بي. 15، زمان سبيس كار ووز ستولن، مان يعني الرجل والكار يعني السياره، ده اسم مملوك غير مسبوق باداه نكره ولا تعريف صح، ولا فيش صفه ملكيه. لما بنلاقي مالك ومملوك بناخد ايه يا حبايبي؟ الله ينور، مهدهوش صح. يبقى الرجل اللي سيارته سرقت استدعى البوليس. 16، this is the house، هذا هو المنزل. we lived when I was young، خلي بال حضرتك اوعى تاخد دور على طول، لازم تفكر. هذا هو المنزل، بص كده، الذي فيه عشنا عندما كنا صغار. كده المعنى رقم كويس، مين اللي معناه الذي فيه؟ كلمه وير صح، وخاصه اللي بعدها فاعل يليه فعل، يبقى نتعلم على وير ونقل من مطمئن. 17، ذا مانجر، المدير. سكرتري، سكرتيره، السكرتيره دي تبع مين؟ تبع المدير صح؟ يعني اسم مملوك غير مسبوق باداه نكره ولا تعريف، يبقى ناخد هوز. يبقى المدير اللي سكرتيرته اسر يصل ال يعني مريضه للغايه، هاست طيب كان عليه ان يطبع ذا ليترز، الخطابات باي هيم سيلف يعني بنفسه. 18، ذات از ذا سكول ان سبيس اي هاد ماي برايمري education، هذه هي المدرسة. المدرسة هنا يا جماعة خلي بالك، واحد يقول يا أستاذ ده مكان، يا حبيبي ده في حرف جر، ومستحيل مستحيل نجيب قبل وير حرف جر،
يبقى ما ينفعش ناخد غير مين غير ويتش اللي رقم ايه. 19 that's the house is base my parents used to live in. طيب هذا هو المنزل تمام اللي فيه والدي اعتادوا ان يعيشوا. طيب ينفع ناخد وير؟ لا. ليه؟ لان اصل كلمه وير اصلا معناها الذي فيه، ولو انتم فاكرين في الشرح قلت لكم ان كلمه وير ما تاخدهاش لو جه بعدها فاعل وبعدين فعل وبعدين حرف جر يعود على اسم المكان. فلو انتم بصيتوا في قريتوا في قطعه حرف الجر ان اللي في الاخر ده ان ده عايد على مين؟ على كلمه هاوس، فكنا كلمه وير مستبعده. طب ان ويتش يا جماعه انا هستخدم ان ويتش والاجابه او السؤال في ان اساسا، يبقى ما عادش فاضل لذات اللي رقم بي. توني جيف يور سيستر يعني اعطي لاختك ها ما تريد اللي هي عايزاه، يبقى ناخد ايه اللي هي عايزاه او الحاجه اللي هي عايزاها، يبقى ناخد رقم بي ل وات شي نيدز. 21 was that the time، هل هذا هو الوقت؟ كلمه وقت يبقى تاخد ايه؟ هتاخد وين، خاصة ان جايب بعدها فاعل يليه فعل اللي هو يو وينت تمام، تو أسوان تو جذر. وتعالى كمان شوف كلمة وين هنا ترجمتها ايه، هل ذاك كان الوقت الذي فيه انت ذهبت الى أسوان، يبقى اللي فيه او التي فيها يبقى وين. 22 he loves food and eats his base is put on the table in front of him، يعني هو بيحب الطعام ويأكل اللي يوضع قدامه، الحاجه اللي بتوضع قدامه تمام على الترابيزه. يا ريت حضرتك ان فرونت اوف هيم يعني امامه، لو حطيت اللي خط تحت كلمه ايتس، ايتس ده فعل صح، بعد الفعل نجيب ايه؟ لا هنجيب وات، مش عايز تفكر كتير، وات رقم دي. رودينا سبيس سير نيم، رودينا اللي لقبها، رودينا ده اسم والسير نيم ده اسم مملوك صح، واسم مملوك غير مسبوق بذات نكره ولا تعريف ولا صفه ملكيه تمام، يبقى هنستخدم هوز اللي رقم بي. Is Mahmoud is a clever student يعني طالبة متميزة. 24 the summer summer يعني الصيف I graduated from university اللي فيه أنا تخرجت من الجامعة was long كان طويل and hot طبعا الذي فيه أو التي فيها تبقى يا حبيبي تبقى وين. 25 Luxor's base monuments Luxor monuments monuments يعني الآثار، والآثار دي مملوكة لمين؟ للوكسور، وخاصة ان ما سبقهاش لأداة نكر ولا تعريف ولا صفة ملكية، يبقى هناخد هوز وانا قلبي مستريح، يبقى هوز مونومنتس الاثار ار فيمس يعني مشهورة، افري وير يعني في كل مكان، اتراكتس يعني بتجذب، تورستس يعني السياح، فروم اول اوفر ذا وورلد يعني من كل انحاء العالم. 26 اي دونت نو ميكينج فعل في اي ان جي، وعشان تبقى تركيبة الجملة صح يبقى لازم يصدقه حاجه من فيرب تو بي يعني يا ام يا از يا ار، وفي الماضي باوز او ايه او وير، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع هنا رقم بي هو از، لان الابوستروفي اس دي هنا اختصار لكلمه ايه، اختصار لكلمه از، يبقى انا لا اعرف من اللي يعمل هذه الضوضاء. But all of you must keep quiet ولكن كلكم جميعا ينبغي ان تظلوا هادين يعني او ساكتين. 27 these famous sonnets sonnets اللي هي القصيده اللي هي من 14 بيت أربوينز يعني قصائد by William Shakespeare كتبت عن طريق William Shakespeare on a variety of themes يعني موضوعات مختلفة. طيب التي كتبت يعني المفروض تبقى الإجابة which were written موجودة؟ لا ده في were written في الأولانية بس ما فيش which، وفي رقم C في which بس ما فيش were written، لأن احنا قلنا المجهول شرطين أساسيين verb to be صفتات الفعل. طب ما ليه الحكاية؟ لا ما أنا قلت لحضرتك إذا كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف verb to be ونكتفي بالتصريف الثالث، وبالتالي الإجابة تبقى رقم B. كمان مرة حاضر، إذا كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف verb to be ونكتفي بالتصريف الثالث الفعل. طيب توني إيه؟ In the past, Britain had a great empire. Empire يعني إمبراطورية. يعني في الماضي بريطانيا كان لها إمبراطورية عظيمة. Space the sun never set on. طب الإمبراطورية ده عاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل. طالما غير عاقل يبقى هناخد إيه؟ هناخد ويتش على طول لرقم C. يبقى في الماضي بريطانيا كان لديها إمبراطورية عظيمة التي لا تغيب عنها الشمس. 29 My neighbor's baby I am caring for
يعني البيبي من الجيران اللي انا بعتني بيه. تمام. فور از كارنتلي حاليا ان ذا هوسبيتال، يعني فين؟ في المستشفى. طيب يا جماعه البيبي ده هو عاقل صح؟ هل ينفع ناخد ذات؟ لا. ليه؟ عشان في جمله اعتراضيه. لو انت بصيت ورجعت معايا هتلاقي بعد كلمه بيبي في كوما وبعد حرف الجر فور في كوما، يبقى ده مش هتنفع. طب هو اذا هتنفع؟ لا طبعا ما تنفعش. يبقى الوحيده اللي تنفع كلمه هوم اللي هي رقم دي، وخاصه ان ماي نيبرز بيبي ده مفعول به. طيب سيرتين ذا اكونتنت يعني المحاسب، وي امبلويد لاست مانث الذي وظفناه الشهر الماضي از ريلي افيشنت. افيشنت يعني ايه؟ كفء. طب المحاسب ده المفروض انه اسمه عاقل صح؟ المفروض انه ياخد هو موجوده؟ لا. ياخد هوم موجوده؟ لا. ياخد ذات موجوده؟ لا برضه. طب ما نعمل ايه؟ نختار اخر واحده اللي هي نو ريلاتيف بروناون. ازاي يا استاذ؟ يا جماعه انتوا نسيتوا ان انا قلت لك لو ضمير الوصف اللي هو زي هو او ويتش او ذات او هوم لو جه بعديه فاعل ثم فعل، هنا الفاعل اللي هو وي والفعل اللي هو امبلويد، في الحاله دهيت ممكن الاستغناء عنه، ممكن ما نحطوش اصلا. 31 I don't know this strange man is coming from. انا لا اعرف من اين اتى هذا الرجل الغريب. اين يعني يا جماعه؟ اين يعني وير اللي هي رقم سي. طيب نمبر 32 do you know your uncle is coming back from Algeria، يعني متى، هل تعلم متى سيعود عمك من الجزائر؟ طبعا متى يبوين اللي رقم بي. 33 سيوي is the language هي اللغة. In parts of the south of the country في أجزاء من جنوب البلاد. طيب هي اللغة السيوية يا جماعة تتحدث ولا تتحدث؟ لا تتحدث، يعني معنى كده مبنية للإيه؟ للمجهول. فالمفروض يا أستاذ تبقى الإجابة which is spoken، هل موجودة؟ لا مش موجودة. طب ما ليه الحل؟ لسه قايل لك عليه. لو كانت الجملة مبنية للمجهول وحذف ضمير الوصل يحذف verb to be وانا اكتفي بالتصريف الثالث الفعلي يبقى هختار رقم ايه. 34 ذا بيرسون از بيس اكتس ار ريسبونسبل. يا استاذ انا يعني انا مش عارف كلمه، انا افترضت ان انا مش عارف كلمه اكتس ديت معناها ايه. يا ترى هي معناها يتصرف ولا معناها سلوكيات؟ بص طالما ان بعدها فعل يبقى هي اسم معناها سلوكيات. تاني كلمه اكتس ده انا مش عارف معناها يتصرف ولا معناها سلوكيات. هنبص على اللي بعديها، اللي بعديها ارض فعل صح؟ فطالما اللي بعدها فعل يبقى هي اسم وناخد هوز وانا جد مطمئن. يبقى هوز اللي رقم بي الريسبونسبل يعني غير مسؤول، از انيوجوالي انريليبل يعني غير موثوق به. 35 شي فورجوت تو برينج باك يعني هي نسيت ان تحضر هير فريندز كاميرا يعني الكاميرا بتاعت صديقتها. شي هاد تو ابولوجايز. ما معنى كلمه ابولوجايز؟ ابولوجايز يعني يعتذر صح؟ ابولوجايز بتاعت حرف الجر ايه؟ تاخد حرف الجر فور، وانا قلت لك بنحدد حرف الجر الذي يسبق ويتش بناء على الفعل الموجود في الجمله، يبقى ناخد فور ويتش اللي هي 50. 36 هي شود مي اول. اه طالما لقيت اول، لا ده انا هاخد ذات وانا مطمئن، يعني هي وريتني كل، لا هي هاد بروت فروم ذا بوك فير لو معرض الكتاب. 37 يو هاد بيتر ميك اب يور مايند. ميك اب يور مايند يعني ياخذ قرار. On space you need اللي انت محتاجه to buy. طبعا بوط اللي رقم سي بالمعنى الحاجة اللي انت محتاجها. 38 the man space wearing. wearing هنا الفعل في اي ان ايه؟ في اي ان جي. طالما في اي ان جي يبقى لابد اني هسبقه في المضارع ام واز وار في الماضي was او wear. ما عندناش يا جماعة الا رقم بي هو is wearing the white shirt is احمد's uncle. 39 she used to go with her father to meetings. يعني هي اعتادت ان تذهب مع ابيها الى الاجتماعات. لو انتوا فاكرين يا اولاد انا قلت لكم كلمه meetings تخليني نستخدم حرف الجر ايه قبل which؟ ها ات. برافو عليك، يبقى ات which. she learned to read and write اللي فيها تعلمت ان تقرا وتكتب. نمبر 40 can I talk to the man. هل استطيع ان اتحدث الى الرجل؟ on the bench near you اللي هو على البنش بالقرب منك. طيب الذي يكون جالس صح؟ المفروض تبقى الاجابه النموذجيه هو is sitting. هل هو موجوده في الاجابات دي؟ لا. نفتكر بقى اذا كانت الجمله مبنيه للمعلوم وحذف ضمير الوصل نحذف verb to be ونكتفي بالفعل مضافا له ing. كمان مره حاضر. اذا كانت الجمله مبنيه للمعلوم
وحذف ضمير الوصل. نحذف فيرب تو بي ونكتفي بالفيرب مضاف له اي ان جي، وبالتالي ناخد رقم دي. 41 the book space I had many pictures. انا عايز نقول الكتاب الذي اعطيته لك تمام به العديد من الصور. طب يا جماعه نقول I gave you ولا زيت I gave you it؟ لا لقيت هنا it ما تشاليتش. امال انا ازاي هنحط؟ ما انا عشان احط نحط ذات، يبقى المفروض كنت شلت it. طيب اللي بعد كده ذات I gave it to you برضو ما ينفعش عشان it موجوده. طب which gave you؟ طب ما فين يعني المفروض تبقى فين I اللي هنا موجوده فين مش موجوده؟ يعني المعنى كده مش هيبقى. يبقى هنفتكر القاعده اللي قلت لكم عليها، اذا جاء بعد ضمير الوصل ضمير فاعل يعني فاعل وفعل يمكن الاستغناء عن ضمير الوصل ونكتفي بالفعل ثم الفعل، وبالتالي الإجابة يا جماعة بتقول I gave you اللي رقم A. 42 yesterday I played a long tennis with my brother. صح بيقول بالأمس لعبت لعبة تنس طويلة مع أخوي. تمام space made me very tired، مما جعلني متعبا. هنسأل حضرتك سؤال، ايه اللي خلاك متعب؟ هتقول لانني لعبت لعبه تنس طويله مع اخويا. صح دي جمله صح. فالقاعده بتقول اذا كان ضمير الوصل عائد على جمله كامله نختار ايه؟ برافو نختار ويتش. صح رقم سي برافو عليك. 43 امير ووز ذا ثيرد. احنا قلنا يا جماعه الكلمات الداله على الترتيب اللي ذا فيرست وذا سكند وذا ثيرد، الكلمات اللي زي ديت يجي بعدها تزاد الـ A تزاد المصدر، وبالتالي جابت برقم A to leave the office. 44 the tour guide showed me يعني المرشد السياحي وراني around the town was very kind of him. طيب بص حضرتك لو أنا دلوقتي برضو نفس القصة، يعني إيه اللي خلى التور جايد كايند؟ إن هو وراني حوالين المدينة، إنه خدني طبية حوالين المدينة. يبقى إذن يا جماعة هنا إيه؟ إذا ضمير الوصل هنا عائد على جملة كاملة، وإحنا قلنا يا جماعة لما يبقى ضمير الوصل عائد على جملة كاملة نختار إيه؟ which. طب أنا عايز علامة كده يا أستاذ، يعني المفروض أنا ما أعرفش أترجم في الامتحان. ببساطة لو أنت بصيت قبل النقط ولقيت الكوما ده أهي شايفها؟ شايفها؟ بص في المثالين، يعني بص في رقم 42 وفي رقم 44 هتلاقي قبل النقط على طول في إيه؟ في كوما، تفتكر القاعدة دي. الله يكرمك. يبقى تاخد which كده لأن معناه إن ضمير الوصل عائد على جملة كاملة. 45 is the one إنه هو الواحد is based the prize should be given to الذي الجائزة يجب أن تعطى له. طبعا يا أولاد لما بنلاقي كلمة the one الكلمات الدالة على الترتيب دي بناخد إيه وإحنا مطمئنين؟ بناخد كلمة ذات اللي رقم إيه؟ رقم B. 46 a palace القصر is a big house يعني منزل كبير. many rooms يعني العديد من الحجرات where a king حيث الملك or a queen lives حيث يعيش الملك او الملكه. طيب يا جماعه المفروض الاجابات اللي هنا تبقى ايه يا جماعه؟ المفروض تبقى which has لان الهاوس ده اسم غير عاطف صح؟ وانا عايز نقول ان المنزل ده بيمتلك العديد من الحجرات، يبقى نقول which has many rooms. لا ما انا قلت لك قاعده وانا بنشرح قلت لك ان حرف الجر with بيساوي which او that have أو has أو had، وبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى رقم إيه؟ دي. 47 she asked me where I had been يعني هي سألتني أين أنا كنت. which I replied it's a secret. طيب لو أنتوا فاكرين يا جماعة قلت لكم reply بتاعت حرف الجر إيه؟ reply to، وقلت لك أنا بنحط حرف الجر الذي يسبق which بناء على الفعل، يبقى ناخد إيه يا جماعة؟ يبقى ناخد to اللي رقم إيه؟ 48 countries الدول imports يعني امبورتس. امبورتس ممكن يكون معناها واردات وممكن يكون معناها يستورد، ما انا مش عارف. ببساطه خالص اللي بعدها ايه؟ ار صح فعل. طالما اللي بعدها فعل لا يبقى هي اسم. طالما الكلمه اللي بعد كلمه امبورتس فعل اللي هي ار يبقى هي اسم، وساعتها هناخد هوز وانا قلبي مطمئن. والجمله على بعضها بتقول ان البلاد اللي وارداتها اكتر من صادراتها بتبقى عندها مشاكل اقتصاديه ايكونوميك بروبلمز. 49 cities المدن have an underground system اللي فيها نظام مترو الأنفاق are much easier to visit. يبقى البلاد التي تمتلك ممكن ناخد وير مستحيل وير يجي بعدها فعل،
وبالتالي ناخد ويتش ونجعل المطمئن لرقم ايه. 50 ذا ريزيدنتس، ريزيدنتس يعني المقيمين. ستاي، يا ترى كلمه ستاي هنا معناها يقيم ولا اقامه؟ اللي بعدها ايه؟ اند، اندد يعني انتهت، يعني فعل صح؟ لا، يبقى على طول دي اسم. خلي بالك، وتاخد هوز وانت قلبك مطمئن، وبالتالي ناخد هوز هاف تو رينيو ات، رينيو يعني يجدد. ان 1983 جرهام جرين ترافل تو مكسيكو از هيز وير اي ميت هيم، وده المكان اللي انا قابلته فيه. طب واحد يقول مكسيكو ده يا استاذ ده مكان صح، بس اللي بعد النقط ده فعل، يبقى مستحيل تاخد وير، يبقى ناخد ويتش اللي رقم ايه. 52 نيمز اكتور، اكتور يعني ممثل. بلايز، والله ده كلمه بلاي ديت ممكن يكون معناها قام بدور او لعب دور، ممكن يكون معناها مسرحيه، هنشوف اللي بعديها. صلاح الدين، هل اللي بعديها فعل؟ لا، ده صلاح الدين ده اسم، يبقى ناخد هو. خلي بالك، الله يكرمك عشان ما نضحكش عليك. 53 I don't know with space about the loan، يعني بقول انا مش عارف مع مين يجب ان اتحدث عن القرض. طب انا كده متكلم مع حد عاقل، لان انا اتكلم مع واحد يبقى كده عاقل. طب مين الوحيده اللي ينفع يجي قبلها حرف جر؟ هوم، صح، برافو عليك. يبقى ناخد يا جماعه رقم بي اللي شود، هوم اي شود سبيك. طب واحد يقول لي طب رقم دي ما تنفعش، يقول لك لا. ليه؟ لان هوم لازم يجي بعدها فاعل يليه فعل. شوف شوف الفرق، قارن كده بين بي ودي. رقم بي هوم اي شود سبيك، رقم دي شود، هوم شود اي سبيك، لا ما تنفعش، لازم الفعل الاول ثم الفعل. 54 هي لوست ذا بوك، يعني فقد الكتاب. هيم لاست ويك، طيب المفروض يا جماعه ويتش اي لينت، صح، دي الاجابه اللي تبقى نموذجيه، يعني ويتش اي لينت هيم. طب موجوده تحت؟ لا. ساعتها بقى تفتكر ان قلت لك عليه، ان لو عندك بعد ضمير الوصل في فاعل وفعل اي لينت، بص اي لينت، خلي بال حضرتك اهو هيم، يبقى ساعتها ممكن تستغنى عن ضمير الوصل وتاخد الفعل والفعل بس، يبقى الاجابه رقم دي اي لينت. طب واحد يقول لي يا استاذ ايه الخطا في رقم بي؟ هقول لك يا حبيبي ان ضمير الوصل ويتش ده استخدمناه بناء على ان انا حذفت ات، ويتش دي استخدمناه بناء على ايه؟ على ان انا حذفت ات اساسا. طيب يا جماعه 55 وي ويل جيف ا برايز تو ذا كومباني، يعني هندي جائزه للشركه. اكسبورتس، يا ترى كلمه اكسبورتس معناها صادرات ولا معناها يصدر؟ بص للي بعديها، ار فعل يبقى صادرات وهي اسم وتاخد هوز وانت قلبك مطمئن، يبقى هوز جودز، هوز اكسبورت صادرات، ار جود يعني جيده. 56 which of the following is structurally correct، مين في دول اللي قواعديا سليمه؟ اللي قواعديا في دول سليمه يا جماعه نمبر بي، اي ريد ذا بوك يو لينت مي، هنا برضو زي نفس القصه ضمير وصل محذوف وراحتك، لان في يو لينت يعني في فعل وفعل. 57 I helped the injured man، أنا ساعدت الرجل المجروح، ده معناه إيه؟ معناه رقم B I helped the man who was injured. 58 I haven't read your last email yet، this means ده معناه إيه؟ ده معناه برقم C I haven't read the last email you sent yet، يعني لم أقرأ آخر إيميل أنت بعته. 59 I know this man، أنا أعرف هذا الرجل. He has a scar، يعني عنده ندبة on his face، this means معناها رقم دي I know the man with the scar on his face. 60 do as I have told you، يعني اعمل كما قلت لك. بليز ده معناه ايه؟ معناها رقم ايه؟ do what I told you، do what I told you. 61 I have three employees، يعني عندي ثلاث موظفين. in my office their pay، الاجر بتاعهم is more than I can afford، يعني اكتر من استطاعتي. this means رقم B I have three employees in my office whose pay is more than I can afford. 62 I have lived in this flat، يعني عشت في هذه الشقة. since I was born، يعني منذ أن ولدت. this means ده معناه إيه؟ طبعا معناه آخر واحدة اللي هي طبعا إيه، this is the flat where I have lived since I was born، أو رقم C this is the flat I have lived in since I was born. لو أنت سألتني هتقول لي يا استاذ هو الجمله رقم سي دي تنفع، هقول لك ايوه، ضمير الوصل لما يجي بعديه فاعل ثم فعل يمكن استغنى عنه. 63 سوري I take my annual holiday in August، يعني في شهر اغسطس. this means برضه يا جماعه الاجابه تبقى رقم دي اللي هي بتقول August is the month in which I take my annual holiday، او August is the month when I take my annual holiday.
64 the little girl in the green dress. The little girl in the green dress is my daughter. I want to say that. عايز نقول يا جماعة ايه طبعا كلمة with ديت يعني الذي مرتدي اللي هي برقم ايه يبقى the little girl wearing the green dress is my daughter. شوف كده الأسئلة بتاعت الفيدباك دي يا جماعة. COVID-19 is still spreading but the light is at the end of the tunnel. ولكن يعني عايز اقول ان في امل يعني. كلمة the light is at the end of the tunnel لو ترجمتها حرفيا يعني الضوء في نهاية النفق، لكن معناه ان في امل. يعني معناها we should have a lot of hope even though everything is dark اللي رقم C. 66 the manager is very sensitive. Sensitive يعني حساس. When I am with her عندما كنت معها I must watch every word I say. This means اللي رقم B يا جماعة I should be very careful about what I say. يعني علي أن أكون حريصا على كل ما إيه ما أقول. طب تعالوا برضو نشوفوا كتاب جيم عن نفس الدرس عشان خاطر يعني نأكده ونأكده، ولو تمكنت نجيب لكم العمل كمان هعمله بإذن الله. Number one the student space has conference. طيب student يعني الطالب صح، وجيب بعدها فاعل صح، يبقى هم ما تنفعش وهوز ما تنفعش، يبقى ناخد رقم B. يبقى الطالب الذي جاء first in the competition في المسابقة is being awarded a medal يعني منحة ميدالية. Number two their argument اللي هو النقاش continued يعني استمر for 3 hours was finally في النهاية resolved يعني تم حله. طبعا يا جماعة النقاش ده اسم غير عاقل وبالتالي هناخد which. Number three February is the month يعني فبراير هو الشهر، والشهر ده يعني مدة زمنية، يبقى هناخد when اللي رقم A. A lot of tourists يعني الكثير من السياح visit Egypt يعني بيزوروا مصر. For شرم الشيخ is the resort. Resort يعني ايه منتجع، يعني شرم الشيخ هو المنتجع. We enjoy diving حيث نستمتع بالغوص، يبقى ده اسم مكان وبعديه فاعل يليه فاعل ومعنى الجملة الذي فيه نستمتع بالغوص، يبقى ناخد where لرقم C. Number five the person الشخص car صح، الكار مملوكة للبيرسون. اسم مملوك غير مسبوق بأداة نكرة ولا تعريف ولا صفة ملكية، يبقى ناخد هوز وأنا قلبي مستريح رقم A. had been stolen سرقة reported the police يعني بلغ البوليس. Number 6 scientist العالم discovered the new planet الذي اكتشف الكوكب الجديد. has won the Nobel Prize يعني فاز بجائزة نوبل. طبعا العالم دوت يا جماعة اسم عاقل وبعديه فعل، يبقى ناخد هو اللي رقم C. Number 7 the boy we punished was guilty. الولد الذي عاقبناه كان ايه مذنبا. تمام الولد ده اسم عاقل صح، يبقى ياخد ايه هياخد هوم خاصه بعدها فاعل وفعل، والبوي هنا كان مفعول به. Number 8 I want to speak انا اريد ان اتحدث to the person is responsible المسؤول عن the garage. طبعا البيرسون ده اسم عاقل، هم هنا تنفع لا لان هم عايزه بعدها فاعل يليه فعل، لكن انا اللي هنا اللي ينفع مين يا جماعه كلمه ذات اللي رقم B. Number 9 my teacher wanted to know معلمي يريد ان يعلم او يعرف the reason reason why. reason why يعني السبب في I was always late for school ليه انا دايما متاخر على المدرسه. Number 10 the shop didn't have يعني المحل لا يمتلك we want اللي احنا محتاجينه، الحاجه اللي احنا محتاجينها، يبقى ايه الحاجه دي تبقى وات وخاصه اللي جاب لها فعل اللي رقم ايه. 11 عادل سبيس براذر براذر يخص عادل صح، الاخ ده يخص عادل يعني اسم مملوك غير مسبوق باداه نكره ولا تعريف، يبقى هتاخد هوز وقلبك مطمئن. يبقى عادل هوز براذر وان ذا بويتري كومبيتيشن، عادل اللي اخوه فاز بمسابقه الشعر. از ماي فريند صديقي. 12 ذاتس ذا هاوس هذا هو المنزل. انترانس يعني مدخل. از جاردد يعني يحرس باي تو بيج دوجز يعني كلبين كبار. طبعا يا جماعه ناخد هوز يعني اللي اللي رقم دي خاصه ان الهاوس اسم مالك والانترانس اسم مملوك اللي هو المدخل غير مسبوق بدات نكره ولا تعريف ولا صفه ملكيه. 13 اي ريلي لاف ذا نيو تشاينيز ريستورانت يعني انا حقا احب المطعم الصيني الجديد. We went to last night. المطعم الصيني ده هو مكان صح؟
وبعدين بعديه فاعل يليه فاعل اللي هي وي ونت، بس بعديهم ايه؟ تو. وانا قلت لكم يا جماعه لما نلاقي اسم مكان وبعدين في فاعل وبعدين فعل وحرف جر يعود على المكان اهو ده هو، يبقى ناخد ويتش. ولو انت ترجمت انت عارف ان ويتش معناها اللي، لكن وير معناها اللي فيه، فانت هتقول انا حقا احبيت المطعم الصيني، شوف كده، اللي ذهبنا له الليله الماضيه، مش هنقول اللي فيه ذهبنا له، مجيش يعني. 14 ذا دوج اونر. طيب دوج يعني الكلب، واونر يعني مالك، صح؟ مالك الكلب. يبقى اللي مالك الكلب، طب كلمه اونر دي اسم هنا غير مسبوق ولا نكره ولا تعريف ولا صفه ملكيه، يبقى انا هناخد هوز اللي رقم سي، اللي المالك بتاعه ليفز نيكست دور، بجوارنا يعني او مجاور، از اوفر ذير هناك. 15 هي تولد مي ذات هي ريلي وونتد ووز ا وور ليت اوف بيس، يعني قال لي الحاجه اللي هو عايزها حقا تكون ايه يا جماعه؟ عالم من السلام. الحاجه اللي يبقى ترجمتها وط اللي رقم ايه. 16 ذا بيرسون سبيس نيدز، نيدز يعني يحتاج ولا احتياجات. بص للي بعديه ار، يبقى فعل صح؟ طالما ان الاسم، طالما ان الكلمه دي اللي جاي بعديها فعل، يبقى ديت اسم، وهنختار هوز وانا قلبي مطمئن. يبقى الشخص اللي احتياجاته are more than his income، يعني أكثر من دخله، suffers a lot، يعني يعاني كثيرا. 17 he invited me to the party، يعني دعاني إلى الحفل. was very kind of him، الذي كان عطفا منه، الذي كان، يبقى which، خاصة اللي بعدها فعل اللي هو was اهي، واضحة خلاص يعني. 18 the man is based that bus is my brother، لما نشوف الإجابات يا جماعة المفروض دي تبقى الإجابة الصحيحة بتاعتها أو الإجابة النموذجية بتاعتها تبقى زمان هو is driving أو that is driving، صح؟ موجودة؟ لا مش موجودة إجابة من كده. طب نعمل إيه ساعتها؟ نفتكر القاعدة، إذا كانت الجملة مبنية للمعلوم وحذف ضمير الوصل نحذف verb to be ونكتفي بالverb مضاف له ing، وبالتالي هناخد driving اللي رقم دي. 19 people space stealing are in prison، يعني الناس الذين تم القبض عليهم يسرقون سجنوا، صح؟ يبقى المفروض اللي هو ايه تبقى الاجابه؟ هو اركود، صح؟ طب في موجوده؟ لا مش موجود. يبقى نفتكر القاعده اللي بتقول اذا كانت الجمله مبنيه للمجهول وحذف ضمير الوصل نحذف verb to be ونكتفي بالتصريف الثالث الفعل، وبالتالي هناخد رقم بي اللي هي كود. 20 the man is based on the train last week was an old classmate، يبقى الرجل الذي قابلته في القطار الاسبوع الماضي كان زميل قديم. طيب المفروض الاجابه تبقى ايه يا جماعه؟ المفروض الاجابه تبقى هو اي ميت، ما فيش حاجه زي كده الاجابه هنا. هنفتكر ان ضمير الوصل لو جه بعديه، ضمير الوصل لو جه بعديه فاعل يليه فعل، يمكن الاستغناء عن ضمير الوصل ونكتفي بالفعل والفعل، وبالتالي هناخد رقم سي اللي هي اي ميت. 21 ذا ستودنتس طلاب wishes، يا ترى كلمه وش معناها هنا يرغب ولا معناها رغبات؟ بص في اللي بعديه have come true، يعني تحققت، يعني فعل صح؟ يبقى wishes هنا معناها امنيات، وبالتالي تبقى اسم، وبالتالي هناخد هوز وانا قلبي ايه مطمئن اللي رقم بي، يبقى اللي امنياتهم تحققت are very happy سعداء. 22 at the end of the street، يعني في نهايه الشارع، there is a bakers، bakers يعني محل بيع الخبز. we buy our bread، الذي منه نشتري الخبز، صح؟ الذي فيه او التي فيها، يبقى مين يا جماعه؟ يبقى where، لان ده اسم مكان وبعديه فاعل يليه ايه؟ فاعل. 23 the man in space house، الراجل اللي في منزله، we live is very generous، يعني الراجل اللي في المنزل بتاعه احنا بنعيشه بيكون كريم جدا. مين يا جماعه اللي ينفع يسبقها حرف جر وتبقى مع العاقل؟ هم، ويجي بعدها فعل ليه فعل بس او هو، صح؟ فانا هنا هنقول بالمعنى ايه؟ الراجل اللي في منزله بنعيشه، يبقى رقم ايه؟ الهوز. 24 هي بوت ا كار، يعني اشترى عربيه. اي كانت ريمبر ذا براند، البراند اللي هي الماركه. طب البراند دي بتقعد حرف الجر ايه؟ لا بتقعد حرف الجر اوف، يبقى نقول اوف ويتش اللي رقم ايه؟ رقم دي، لان العربيه دي غير ايه؟ غير عقل. 25 these days، هذه الايام women have as good
and education as men. يعني النساء بيحصلن على تعليم جيد مثل الرجال. قبل الاختيارات فيها ايه؟ في كوما، صح؟ نفتكر القاعدة اللي بتقول ايه؟ اللي بتقول اذا كان ضمير الوصل عائد على جملة كاملة نختار مين؟ نختار which. I think is a good thing. انا اعتقد انه شيء جيد. ايه الشيء اللي انت تعتقده جيد؟ ان النساء ياخذن تعليما جيدا مثل الرجال. دي جملة كاملة اهي. يبقى ساعة اذا عاد ضمير الوسط على جملة كاملة ناخد ايه؟ ناخد which اللي رقم ايه. 26 is a phone which is in the kitchen is broken. التليفون اللي في المطبخ مكسور. This means that ده معناه ايه؟ رقم B I have got more than one phone. ده معناه ان انا عندي اكتر من تليفون، لان ده نقول بس اللي في المطبخ اللي اتكسر. 27 the car which is in the park. العربية اللي في المنتزه needs to be repaired. تحتاج للتصليح. This means that دي معناه ايه يا جماعة؟ طبعا معناه رقم ايه؟ I have got only one car، يعني معايا عربية ايه؟ واحدة بس. 28 the sentence الجملة that shows that the machine has only one switch is. طبعا يا جماعة السويتش دي اللي هي الايه اللي برقم C the switch which is in the back of the machine is off. طبعا سويتش يعني المفتاح اللي هو بيكون في مؤخرة الايه الآلة أو الماكينة يكون ايه مغلقا. 29 there were 50 questions on the test. يعني يوجد 50 سؤال في الاختبار. ده معناها ايه؟ معناها either was easy او all of they were very hard ولا all of whom were very interested. طبعا الإجابة هتبقى يا جماعة الأخرانية خالص. all of which were difficult، يعني كلها كانت صعبة. number 30 it was they انهم هم. طبعا يا جماعة اللي رقم B هو told us the news الذين أخبرونا الايه الأخبار. طيب الى اللقاء كده باذن الله عز وجل في الدرس القادم اللي هو درس الايه الدرس بتاع الكلام المباشر والمباشر. ربنا يوفقكم وياخد بيكم ان شاء الله.